نحن شركة سمو تابعة لجامعة سلطان قابوس تحت مظلة إنجاز عمان أو ما تسمى بشركتي، تتطلع لإنتاج منتج ذا معايير عالية الجودة. منتج شركة سمو هو منتج ذا معايير متميزة يقدم الأمن والسلامة للمستهلكين. شركة سمو تسعى أن تكون الشركة الرائدة محليا وإقليميا. نحن طلاب جامعة سلطان قابوس مختلف الكليات الإنسانية والعلمية، اجتمعنا تحت مظلة واحدة وهي إنجاز عمان، وتحت هدف واحد وهو الفوز بالمسابقة، وجعل من شركة سمو شركة طلابية صغيرة إلى عالمية. وباتحاد كوادرها تمكننا من إيجاد فكرة تطوير منتج، وعملنا يدا بيد من أجل تحويل هذه الفكرة إلى واقع. بعد انعقاد العديد من الاجتماعات التي تهدف إلى تحويلنا من طلاب إلى رواد أعمال قادرين على تأسيس شركاتنا الخاصة والإتيان بفكرة لم يسبق لها مثيل وتحويل هذه الفكرة إلى واقع ملموس، استطعنا أن نقدم لكم هذا المنتج الذي يتناسب مع كافة المستهلكين، وتعهدنا بذلك أن نضع بصمة لإبداعنا في قلب العالم. في كل شركة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار تكلفة الإنتاج في تحديد سعر المنتج ومدى أهمية المستهلكين لتقبل هذا المنتج، ونحن في شركة سمو صنعنا منتجا ذو جودة عالية وتكلفة جيدة تهدف لإرضاء المستهلكين، ومع تواجد التكلفة الجيدة والجودة العالية سوف يتم تحقيق إحدى أهم ركائز الشركة وهي إرضاء المستهلكين. جعلنا نصب عيوننا نحن في شركة سمو مدى حاجة المستهلك لمثل هذا المنتج، فمنتج شركة سمو يستهدف فئات معينة وذلك لضمان راحتهم عند العمل، فهذا المنتج يستهدف فئات معينة من أبرزها مهندسو المواقع والكهرباء، عمال المباني الإنشائية والشوارع، عمال البلديات والصرف الصحي، وأيضا يستهدف عمال الحقول النفطية التابعة لشركات النفط والغاز. بعد الانتهاء من عمليات الإنتاج وبعد التحقق من مدى تقبل المستهلكين لمنتج شركة سمو، الآن يبتدأ دور قسم التسويق وهو الترويج والتوزيع لهذا المنتج، فقريبا سيكون منتج شركة سمو بين أيديكم يكفل سلامتكم وراحتكم وأمنكم، مع الأخذ بالاعتبار التكلفة المناسبة، فمن أجلكم أصبحنا روادا ومعكم يدا بيد نسمو للأفضل. Thank you.